صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة معكم من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها، ونفتح من خلال هذا البرنامج الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. فأطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ محمد الصفار، ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي فلكم كل الأمنيات أعزائي المستمعين وأصدق التهاني بحلقة جديدة ومتميزة معكم ومع آرائكم وملاحظاتكم. مستمعينا اليوم حلقتنا شوية متنوعة، لكن في البداية ما نطرح فيها بعض الأخبار الخاصة اللي طالعتنا فيها وكالات الأنباء. يعني خبر غريب شوي ومميز، يقول ابتكار أول شوكولاتة في العالم مضادة للشيخوخة. يعني سوولنا كاكاو مضاد للشيخوخة. تشير تفاصيل الخبر إلى أن خبراء من بريطانيا ابتكروا شوكولاتة مضادة للشيخوخة وتحافظ على نظارة الشباب، اسمها إسيثيك تشوك. يذكر هؤلاء الخبراء أنهم قضوا عشرات السنين حتى توصلوا إلى هذه النتيجة. أيضا سمحت النتائج التي حصل عليه الخبراء بالتحدث عن الشوكولاتة المضادة للشيخوخة، حيث يؤكد هؤلاء الخبراء أن هذه الشوكولاتة قادرة على أن تحل محل أي مستحضر طبي يبطئ عملية الشيخوخة. يضيف المبتكرون أنهم يأملون أن يقيم الناس ابتكارهم هذا الذي من العمل والبحث، كما يأملون أن تطرح هذه الشوكولاتة قريبا في الأسواق الأوروبية والأمريكية. المادة الأساسية المكونة لهذه الشوكولاتة هي مادة استاتزانتين الطبيعية التي تساعد على المحافظة على نظارة الشباب. أيضا يأمل المبتكرون أن يزداد الطلب على هذه الشوكولاتة وأن تكون مفيدة لصحة الناس. الآن يعني نحن شوي تخربطنا، حد يقول لنا الشوكولات ممكن يزيد الوزن، حد يقول أنه ممكن يأخر مظاهر الشيخوخة، لكن نحن ما نتكلم عن الشيخوخة بما أن هذا هو الموضوع اللي نحن نحاول يعني ناخذ أو يستحوذ على اهتمام كبير من هيئة الصحة ويتقدم أولوياتها في خدماتها، ذلك للحاجة الماسة لهذه الفئة على وجه التحديد للرعاية والعناية الكاملة. الآن مستمعين تستضيف الهيئة في عيادتها الذكية مجموعة من المتخصصين للتعريف بما توفره الهيئة من خدمات يمكن أن يستفيد منها جمهور المتعاملين. و أعتقد إذا المكالمة جاهزة عندنا ما ننتقل إلى العيادة الذكية، ومعنا على الهواء دكتورة سهى عبد العزيز، أخصائي أول طب وصحة المسنين بقطاع الرعاية الصحية الأولية. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. سمعتي نحن نتكلم عن الشوكولات وأنه ممكن يأخر الشيخوخة. والله هذا خبر جميل لمحب الشوكولات. أكيد دكتورة، خلينا نركز اليوم على الخدمات اللي تقدمها الهيئة لفئة الشيخوخة المبكرة. هيئة صحة دبي بتعتني بالفئة العمرية اللي هم بنقول إن هي بتبدأ من فوق 60، وحتى بتقدم بعض الخدمات للكشف المبكر عن الأمراض اللي ممكن حتى بتحصل بدري شوية من قبل عمر 60. من الخدمات اللي بتقدمها الهيئة في عندنا الخدمات الكشف المبكر عن مرض هشاشة العظام، وده بيكون موجود في عيادتين، عيادة البرشة وعيادة في المنجر، إن بيتم فحص المرضى
أو الناس عموما اللي عندهم قابلية لحدوث هشاشة العظام. وفي من الخدمات التانية اللي هي عيادة الذاكرة، دي بتبقى للكشف المبكر عن أمراض الذاكرة والخرف، لأن دلوقتي نسبة الخرف والألزهايمر زي ما الناس بتقول شوية بقى أزيد، فإحنا بنحاول على قدر المستطاع أن إحنا نكتشف المرضى في المراحل المبكرة. جميل. وفي من العيادات اللي موجودة عيادة السقوط اللي هي عيادة الفولز كلينك، دي موجودة في ندى الحمر، في مركز ندى الحمر. العيادة دي بتبقى هدفها، لأن فئة كبار السن بتكون فئة شوية يعني شوية يعني ضعيفة، وبيبقى فيه نسبة الوقوع عندهم أكتر شوية من الفئات الأخرى. فالعيادة دي بتحاول تحافظ على التوازن بتاع المرضى، بتحاول تصلح الأسباب اللي بتؤدي إلى سقوطهم المتكرر، لأن لا قدر الله السقوط المتكرر ممكن يؤدي إلى كسور، يؤدي في الآخر أن المريض يكون طريح الفراش. في عندنا الخدمات التانية اللي بتقدمها هيئة صحة دبي اللي هي الرعاية المنزلية، برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن. البرنامج ده تقريبا بقاله 3 أو 4 سنوات، ومتقدم جدا الحمد لله. إن المرضى الغير قادرين على زيارة العيادة بنفسهم بينتقل إليهم الفريق الطبي المعالج، من الطبيب والممرضة وطبيب التأهيل وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التغذية عند الحاجة، لتقديم خدمة للمريض داخل البيت. وطبعا مع المراعاة ان البيئة اللي يكون فيها بيئة آمنة، يعني بنعمل تقييم تام للمنزل والبيئة اللي موجود فيها. جميل جدا. ومن الخدمات ايضا اللي بتقدمها هيئة صحة دبي اللي هي عيادات تعزيز الصحة، دي بتقدم عدة باكجز او حزم للكشف المبكر عن غالبية الامراض اللي بتكون اكثر في الفئات، في حزمة لكبار السن وحزمة للسيدات وحزمة للرجال، عشان الوقاية خير من العلاج. نحاول نقي ونكتشف الأمراض مبكرا قبل ما يكون المشكلة حصلت. جميل. هيئة صحة دبي مش بس بتقدم الخدمات داخل الهيئة، احنا بنعمل حملات استكشافية وتوعوية، احنا بنروح للناس برا، يعني بنروح لتجمعات الناس، المراكز التعليمية، بنروح في أماكن المولات، بنروح لهم في المدارس، في الهيئات الحكومية الأخرى، بنعمل حملات استكشافية وتوعية، بنحاول نكتشف الأمراض في مراحلها الأولية، بنكتشف أمراض السكري والضغط والكوليسترول وهشاشة العظام، وبنقدم توعية للناس اللي موجودين في عامة المجتمع. نعم دكتورة، كل هذه الخدمات اللي ذكرتيها خدمات يعني جليلة جدا، لكن نبغي نعرف الجمهور بس كيف يمكنهم الحصول أو كيف يمكن لهذه الفئة الحصول على هذه الخدمات والاستفادة منها. كل بني آدم موجود في هيئة صحة دبي بيكون له مركز صحي تابع لهيئة صحة دبي. ما عليه مثلا ان هو عاوز يعمل، لو هو بيتنطبق عليه المواصفات ان هو يبقى في العمر بتاع ان احنا نتأكد عنده هشاشة عظام او لا، هو بس ما عليه الا انه بيتوجه لطبيب الأسرة المركز الصحي اللي هو التابع لي. طبيب الأسرة هيعمل له أوراق التحويل إلى العيادة المختصة، إذا كانت عيادة هشاشة العظام، عيادة السقوط، أو عيادة الذاكرة. وإذا كان محتاج المريض غير قادر على التواجد بنفسه في العيادة، أحد أهل المريض أو المرافقين له هو اللي بيتوجه، وطبيب الأسرة بيقوم بالتحويل، يعني لعيادة كبار السن، عيادة الذاكرة، أي من العيادات اللي بتقدم الخدمات في هيئة الصحة. جميل جدا. دكتورة سهى عبد العزيز، أخصائي أول طب وصحة المسنين بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة، وسمحين لنا طلعناك من العيادة الذكية، لكن أحب أذكر المستمعين بأن العيادة الذكية هي مبادرة أطلقتها هيئة الصحة بدبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كل يوم 2 و5 من الساعة 10 وحتى 12 يتواجد فريق متخصص يتناول موضوع معين، هذا الموضوع يتم طرحه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابات هيئة الصحة في تويتر اللي هو DHA_Dubai، أو من خلال الانستغرام، أو من خلال الوسم أو الهاشتاج العيادة الذكية أو سمارت كلينك. أيضا يمكنهم متابعة تفاصيل على الهواء مباشرة من خلال برنامج البريسكوب اللي ينقل الصوت والصورة من خلال هذه العيادة. اللي يبغي يتعرف أكثر على هذه الخدمات وعلى طرق الوقاية أيضا من هذه الأمراض، ويعني تحضير نفسه للشيخوخة المبكرة، فيقدر يتابع هذه العيادة. وطبعا دائما ما يقولون الشباب
شباب القلب وشباب الروح. نحن يا جماعة الخير منروح فاصل ومنرجع مع موضوع آخر، موضوع قيم، موضوع جميل، فابقوا معنا. صحة وسعادة. إذن سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن موضوع الشيخوخة، وكانت هنالك دعوة للمشاركة في العيادة الذكية عبر حسابات هيئة الصحة بدبي في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي DHA_Dubai. هنالك يعني لجنة مكونة لمناقشة هذا الموضوع. الآن مستمعينا من اتطرق لموضوع آخر، موضوع جدا مهم، يعني يعد من هذا الموضوع يعني من أدق الأقسام وأهمها في جميع مستشفيات العالم، قسم الطوارئ. هذا القسم الذي دائما ما يتطلب حزمة من المعايير العالمية للممارسات الطبية التي يجب أن تجرى في مثل هذه الأقسام على وجه التحديد. ليس لذلك يعني لطبيعة العمل داخل الطوارئ وارتباط صحة وحياة المرضى بمستوى الأداء فيه فقط، وإنما لأن مثل هذه الأقسام هي الوجهة الرئيسية للمنشآت الصحية، وأيضا صورتها الأولى التي يعني تعكس درجة الطمأنينة في نفوس من يأتون إلى هذه المنشآت الصحية بشكل عام. حول هذا الموضوع ومنتكلم يعني باستفاضة في هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو اليوم الدكتور محمود غنايم، استشاري ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى دبي. حياك الله معنا دكتور. حياك الله يا سيدي، مرحب بيك بالمستمعين طبعا بشخصكم الكريم إن شاء الله. جميل دكتور، يعني بس أنا أذكر المستمعين اللي حابين يتواصلون معانا ممكن من خلال الأرقام التالية 600551414، أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. اللي عنده أي ملاحظات، اللي عنده أي مداخلات سواء على خدمات الطوارئ في مستشفى دبي أو أي ملاحظات ممكن يعني يفيدنا فيها من خلال تعامله مع مستشفى دبي أو غيره من المنشآت في هيئة الصحة بدبي. دكتور، الخدمات التي يقدمها قسم الطوارئ بشكل عام ما هي؟ وأيضا إذا ما نتحدث عن مستشفى دبي بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قبل كل شيء نتمنى لجميع المستمعين دوام الصحة والعافية إن شاء الله. آمين يا رب. طبعا وعدنا الدائم، شعارنا الدائم في هيئة صحة دبي، ولا يستثنى من ذلك مستشفى دبي ولا قسم الطوارئ، أننا نتمنى أن نصل إلى الأفضل. نعم. وإلى رضا عملائنا الكرام، ونرحب بصدر رحب طبعا بجميع الملاحظات سواء كانت إيجابية أو سلبية. نعم. قسم الطوارئ في مستشفى دبي وكذلك أقسام الطوارئ في مستشفيات هيئة الصحة تقوم بدور فعال، وكما تفضلتم فهي القسم الرئيس والأهم في أي مستشفى، فكأن الكتاب يعرف من عنوانه. فميزات الخدمات التي يقدمها أي مستشفى تكون دائما مرتبطة بجودة الخدمة التي يقدمها قسم الطوارئ. نعم. قسم الطوارئ هو البوابة الأولى، هو أول احتكاك للمريض والمعاني مع القطاع الطبي، فبالتالي إن كانت البداية صحيحة ستكون إن شاء الله الرحلة سليمة وناجحة. فنحن طبعا نصبو إلى أن تكون دائما التجربة الأولى للمريض في قسم الطوارئ تجربة جيدة. نعم دكتور، يعني أنواع الحالات المرضية اللي يتعامل معها القسم، وأيضا الفئات العمرية اللي ممكن تتعاملون معها. طبعا في مستشفى دبي في قسم الطوارئ نتعامل مع حالات الطارئة لجميع الأعمار. نعم. حيث لدينا احنا أقسام طوارئ مخصصة للأطفال، أقسام طوارئ للبالغين، وأيضا نحن الحمد لله لدينا قسم مختص بطوارئ النساء وقسم مختص بطوارئ الرجال،
حفاظا على الخصوصية وعلى ميزات مجتمع الإمارات أن يراعي خصوصية المرضى. فنتعامل بشكل عام مع جميع الحالات الطارئة والمعاناة التي يعانيها أي مريض، سواء كانت مرتبطة بأمراض القلب، أمراض السكر، أمراض الربو، أو الحوادث البسيطة التي قد تقع للمرضى نتيجة المعاملات اليومية. نعم دكتور، يعني دائما ما في السابق كانت هناك العديد من الملاحظات حول أقسام الطوارئ، ولكن في الهيئة ككل يعني بالنسبة للضغط الكبير على بعض مراكز الطوارئ من ضمنها مركز مستشفى راشد للإصابات والحوادث، يا ترى مدى التعاون ما بين هذه المراكز في هيئة الصحة للتنسيق في حالة وجود مثل إصابات طارئة في هذا المجال؟ أولا نحن نفخر بأننا وحدة واحدة. أنا ليس هناك شيء يسمى طوارئ مستشفى دبي أو طوارئ مستشفى راشد، فنحن وحدة واحدة تحت مظلة واحدة هي مظلة هيئة صحة دبي. نعم. فبالتالي نقبل بعضنا البعض، فإذا كان هناك زحام في أحد مستشفيات الهيئة، سواء كان مستشفى لطيفة أو مستشفى راشد أو في مستشفى دبي، فتتعاون الأقسام الأخرى بمد المعونة للقسم الآخر، فنحن وحدة واحدة والحمد لله. أيضا يجب أن أشير إلى أن مفهوم طب الطوارئ تغير تماما في الهيئة. فبعد أن كان طب الطوارئ عبارة عن عملية استقبال للمرضى وتقديم خدمة مستعجلة، الآن قسم الطوارئ له دور كبير من ناحية عمليات التشخيص، عمليات العلاجية المتقدمة، عملية المراقبة المتقدمة، بحيث أن أحيانا في كثير من الأحيان رحلة المريض ومعاناته تنتهي في قسم الطوارئ بالشفاء وخروجه سالم. فبالتالي أيضا قمنا بتخفيف العبء على الأقسام الداخلية، أيضا بتطوير مفهوم قسم الطوارئ وتجديد يعني المفهوم العام بشكل عام. يعني نعم دكتور، هنا أنا بتطرق لموضوع يعني يمكن تعديل بعض المفاهيم المتوفرة في عقول معظم الناس، أن أحيانا التوجه لقسم الطوارئ، يا ترى لماذا سوف أتوجه إلى أحد أقسام الطوارئ في أحد المستشفيات بشكل عام؟ أنا ما أتحدث عن مستشفيات الهيئة ولكن عن أقسام الطوارئ بشكل عام. ما هي الدواعي التي يجب أن تتوفر عندي لكي أتوجه إلى مركز طب الطوارئ في أي مكان في العالم؟ نعم، يجب بداية أن نحترم مفهوم المريض. مفهوم المريض للمرض يختلف. فقد تكون مثلا النزلة المعوية قد تكون لمريض شيء بسيط يمكن علاجه في أحد المراكز الصحية، لكن لمريض آخر تكون هذه حالة طارئة وشديدة. فمفهوم المرض لدى كثير من العملاء يختلف من إنسان إلى آخر. نحن صحيح نشجع أن زائري قسم الطوارئ فقط للحالات الطارئة، ولكن هذا بتعريفنا كمقدمي خدمة وكناس نعمل في المجال الصحي، لكن العملاء مثلا مثل ما أخبرتك يختلف مفهوم كلمة طوارئ لديهم. وبالتالي زيارة أولى، زيارة ثانية، يجب أن يقوم قسم الطوارئ أيضا ليس فقط بتقديم العلاج بل بتقديم التثقيف الصحي. تثقيف صحي للمريض إذا جاء بزيارة مثلا بأعراض برد قد تكون شديدة، تقدم له العلاج وبالتالي تقدم له النصيحة، تقدم له النصيحة بوجود مراكز متخصصة، مراكز الرعاية الصحية الأولية، مدى الخدمات المقدمة هناك، وأنه يمكن علاجه في المرة القادمة بصورة ممكن أسرع هناك. فلذلك دورنا التثقيفي مهم جدا لتغيير نظرة الأفراد إلى ما معنى كلمة حالة طارئة تستدعي القدوم إلى المستشفى. نحن نشجع أن المريض قد يترك فرصة لمريض بالفعل يحتاج إلى قسم طوارئ. هني بتكلم على التقييم العالمي الذي وضع في أقسام الطوارئ. أحيانا دكتور أنا أتذكر حتى في زيارة خارج الدولة، يعني اضطريت أني أزور أحد المستشفيات في أوروبا، دخلت قسم الطوارئ قعدت تقريبا ما يعادل 5 ساعات لما شافني الطبيب. سيدي الآن نظام تصنيف ما يسمى بتفويج أو تصنيف المرضى، هناك نظم عالمية معتمدة
أشهرها النظام الكندي، النظام الأسترالي، مجموعة من النظم الأمريكية. ولكن هل ما ينطبق على مستشفيات خارج الدولة في أستراليا، في كندا، ينطبق على مستشفيات الدولة هنا؟ يجب أن نحترم طبيعة المجتمع. نعم. نحن أدرى، أهل مكة أدرى بشعابها، نحن أدرى بأفراد المجتمع بدرجة تفكيرهم. لذلك نحن نعتمد على نظام تفويج وتصنيف يتبع المعايير العالمية، ولكنه تم تعديله بحيث يراعي مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، تركيبة السكان، تطلعات المرضى، تطلعات العملاء لما يقدمون، يجب أن نحترمها أيضا. نعم. فلذلك نظام التصنيف لدينا يحترم كل هذه الأمور. جميل دكتور، أنا بتواصل معك، عندي المزيد من المحاور اللي بتكلم فيها عن طب الطوارئ بشكل عام والحديث في هذا المجال يعني، والخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في مجال طب الطوارئ، لكن من بعد ما توقف مع فاصل قصير. مستمعينا نحن متواصلين معاكم بعد الفاصل، إن شاء الله بيستمر معنا الدكتور محمود غنايم استشاري ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى دبي، واللي عنده أي ملاحظة أو أي مداخلات ممكن يتصل على الأرقام اللي هي 600551414 أو عبر رسائل نصية اللي هي 4006. فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كنا قد توقفنا مع الدكتور محمود غنايم استشاري ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى دبي لنتحدث عن أقسام الطوارئ والخدمات التي تقدمها أقسام الطوارئ ومفهوم طب الطوارئ بشكل عام. دكتور يعني كنا قد توقفنا عند الخدمات التي تقدم في قسم الطوارئ بمستشفى دبي، لكن يعني أكيد يعني خلال السنوات الماضية حدثت مجموعة من التوسعات والتحديثات التي طرأت على هذا القسم مثل ما أنت ذكرت قبل الفاصل دكتور. يا ترى إذا ما نتكلم عن مستشفى دبي الآن، ما بين مقارنة ما للوضع السابق والوضع الحالي، كم هي الطاقة الاستيعابية لهذا القسم؟ أولا قد يكون لي تحفظ على كلمة توسعة، فهي عملية تطوير مستمرة. ما نقوم به هو عملية تطوير مستمرة تراعي امتداد المجتمع، زيادة عدد السكان، احترام تطلعات العملاء التي زادت بشكل كبير، أيضا سباق التميز، لذلك يجب أيضا أنه نواكب في سباق التميز أيضا. لذلك كان عدد الأسرة في قسم الطوارئ في مستشفى دبي قبل حوالي 5 سنوات حوالي 23 سرير. الآن تطور الأمر الحمد لله بتوسعة كبيرة وزيادة استيعابية إلى حدود 54 سرير. ليس فقط عدد الأسرة زاد، لكن جودة الخدمات أيضا تطورت، استقطاب عدد من المتخصصين في مجال طب الطوارئ، حيث أن الآن طب الطوارئ هو تخصص منفصل، له معاييره، له أطباؤه، له دراساته، وأيضا هيئة الصحة لديها عدد من أطباء الامتياز الذين يتدربون على طب الطوارئ، وهذا شيء جديد والحمد لله. طبيب الطوارئ الآن طبيب متخصص يقدم خدمة متكاملة متخصصة هدفها إرضاء العميل بشكل كبير والحمد لله. الآن طاقتنا الاستيعابية 54 سرير، لدينا طوارئ أطفال، طوارئ نساء وولادة على مدار الساعة، لدينا الحمد لله أيضا طوارئ البالغين مثل ما ذكرت تقسم إلى طوارئ رجال وطوارئ نساء، طاقم طبي متوفر والحمد لله. وأيضا يتم فحص جاهزية قسم الطوارئ بشكل دوري في استقبال مثلا الحالات الطارئة كما حدث حديثا في حريق فندق العنوان، تم أيضا الحمد لله تجهيز المكان بشكل كبير والتأكد من الجاهزية، وكان ذلك عند توقعات المسؤولين والحمد لله. الحمد لله. يعني أنا بما أنك تطرق لهذا الموضوع حقيقة أنا أبغي أتحدث عن الجهود التي بذلت من قبل هيئة الصحة في التواجد ضمن فريق تأمين الفعاليات في
في تلك الحادثة، وكانت هنالك حقيقة يعني مجهودات كبيرة من قبل الهيئة في توفير الأطباء والاستشاريين والمتخصصين في موقع الحدث الذين تواجدوا وقاموا بتهيئة مختلف الخدمات التي تضرر منها بعض أو حقيقة يعني كانت بعض الحالات التي من قبل نزلاء الفندق في أرض الميدان تم علاجها وتم تقديم الخدمات الطبية لها. وأيضا دائما ما نقول أن هنالك جهود مستمرة من قبل مراكز الطوارئ في شتى الفعاليات التي تقيمها إمارة دبي. هنالك يعني تنسيق مستمر ما بين هيئة الصحة وما بين الدوائر المعنية الأخرى، يعني ما أبغي أذكر بعض الدوائر وأنسى، لكن على رأسهم شرطة دبي ومركز دبي للإسعاف وغيرها من الدوائر الأخرى. عموما دكتور نرجع لموضوعنا، يعني نذكرهم بس مرة أخرى بتصنيف الحالات المرضية في أقسام الطوارئ. الآن مثل ما ذكرت إحنا نتبع نظام هيكلته الأساسية هو النظام الكندي العالمي، ولكن تم تعديله بحيث أنه يمكن أن نسميه نظام تصنيف دبي. يصنف الحالات إلى خمسة محاور، المحور الأول أو المرضى أو الفئة الأولى التي يجب أن يدخل المريض مباشرة إلى غرف الإنعاش أو غرف المراقبة القلبية، وهو النوع الأزرق أو الفئة الأولى. الفئة الثانية أو النوع البرتقالي يجب أن يفحص المريض من قبل الطبيب والبدء بالعلاج خلال 10 دقائق، ثم الأصفر خلال 15 دقيقة، فالأخضر يمكن أن يرى الطبيب أو يبدأ العلاج خلال ساعة واحدة. هذا لا يعني أنه لا نجعل المريض ينتظر ساعة، فإذا كان في الإمكانية قد المريض يتم علاجه خلال 10 دقائق مثلا. ثم الحالات غير الطارئة والمصنفة بالبيضاء، والتي ندعو عملائنا الأعزاء، هذا دور الوعي المجتمعي ودور المؤسسات الإعلامية ودور الأطباء، أن الحالات البيضاء أو الغير الطارئة أن تراجع المراكز الصحية الأولية، ونحن نعدهم بأن من يقدم الخدمة في مراكز الصحة الرعاية الصحية الأولية لا يقلون بأي حال من الأحوال كفاءة ومهنية وحرفية عن أطباء أقسام الطوارئ أو الأطباء الداخليين. طيب دكتور أنا في هذا الصدد أيضا يعني اللي يسمعون الإعلانات ما بين الفاصل يسمعون إعلان راشد ولطيفة، هذا الإعلان يعني يروج أيضا للخدمات التي تقدم على مدار الساعة في مركزي ند الحمر والبرشة. ومثل ما أنت ذكرت هم لا يقلون كفاءة، وبالعكس يعني هو تعاون مستمر ما بين كافة الجهود التي تسعى للهدف اللي يعني وضعتها هيئة الصحة بدبي من خلال استراتيجيتها للوصول إلى مجتمع صحي آمن وسعيد. نحن منظومة متكاملة والحمد لله. نعم دكتور، يعني في عندك بعض يعني الأشياء اللي تبغي تذكرها ونسيت أني أنا أتطرق لها، أو كلمة أخيرة تحب توجهها للجمهور؟ أولاً أقسام الطوارئ ليس فقط في مستشفى دبي، في أقسام في كافة مستشفيات الهيئة مفتوحة لجميع العملاء، مفتوحة لجميع العملاء على مدار الساعة، الأبواب مفتوحة 24 ساعة في الأسبوع، أطباؤنا جاهزين والحمد لله على مستوى عالي من الكفاءة، ولكن دور الجمهور، الوعي الصحي مهم جدا، الثقافة الصحية مهمة جدا. أقسام الطوارئ هي أقسام جاهزة للتعامل مع جميع الحالات، لكن يرجى أن يترك الباب مفتوح أكثر للحالات الأشد خطورة حتى تأخذ نصيبها من العلاج. نعم دكتور، شكلنا من قاعدك شوي معانا منشوف سعيد مستمع معانا بما أننا نتحدث عن دور الجمهور. سعيد تفضل. السلام عليكم. يا هلا. السلام الله. صباحكم الله بالخير. النور والسرور. والله مستشفيات دبي يعجز الإنسان طول عمرك عن شكرها، شكر لله أول. نعم.
عندي شوية ملاحظة في الـ على الـ على الطوارئ. تفضل. طوارئ مستشفى دبي. نعم. طولة عمرك أنا صارت لي فترة شوية. عندي ظهري تعبان من ظهري من برايم يجلس منه. نعم. دخلت طولة عمرك وسجلت وجلست. أنا عما قال على الكرسي وتولول من ويا. ما تشوف شر. فجلست أكثر عن ساعة. اللي هي عقبي دخل جماعة ترى ولدي وياي الرسول يقولون وايد زحمة عندهم ما عندهم سرير. زين الحين أنا يعني الجماعة اللي يجون يدخلون. فنشيت بروحي وسرت داخل. غمست دكتور. قال لا ان شاء الله ما قصر حصل لي سرير عند الدكتور عند خالد ورجعت تميت محلي فترة شوي ويا الدكتور والله فحص وشوفيك والله قلت له كذا كذا على يدي قال زين يكتب لي دواء قلت له دكتور لو ممكن يعني بس شوف سوي لي أشعة سوي لي شيء لأن أنا هاي الشيء يعني مفاجئ ما تد ما تد يعني هالويا اللي يعني فضاري ما تد يعني أول مرة فما أدري شو هذا قال لا خلاص بسوي لك أشعة المهم سوى لي أشعة تريت لين ظهر التقرير الأشعة خبرني شو. طيب سعيد الحين الملاحظة بس باختصار أن أنت وصلت المستشفى وتأخرت في الدخول على الطبيب صح؟ إيه إيه. طيب بيرد عليك الدكتور إن شاء الله. دقيقة ثانية. زين سعيد عاد سامحني أنا ما أقدر أتم على الهواء وايد لأن بعد برخص الدكتور وعندي اتصال بعد كذلك سامحني. ألو راح سعيد. طيب. أولا كل تمنياتنا بالصحة والسلامة للحاج سعيد. لكن مثل ما ذكرنا نظام التصنيف يصنف الحالات في سرعة تقديم الخدمة صحيح. فإذا تم تصنيف المريض على أنه من الفئة الثالثة أو الصفراء يجب أن يرى الطبيب خلال 15 دقيقة. من يقوم بالتصنيف هم ممرضات مدربات على الأسس الطبية أيضا فلذلك قد يدخل أحد قبل هذا المريض إذا كان مصنف من الفئة الخضراء لأنه ينتظر إلى حد ساعة نعم. فبالتالي دورنا نحن أيضا نعد الجميع بأن نثقف المجتمع بهذا التصنيف بطبيعة الانتظار مدة الانتظار والآن الحمد لله في عملية التطوير المستمرة والدائمة والآن في عملية تطوير جديدة في طوارئ مستشفى دبي سيتم الحمد لله تقديم الخدمة بسرعة أكبر ستكون الطاقة الاستيعابية أكبر وعدد الكادر إن شاء الله أكثر نعم. طيب إذن دكتور محمود غنايم استشاري ورئيس قسم الطوارئ بمستشفى دبي نحن شاكرين لك تواجدك معنا وأيضا هذه التوضيحات بهذا المجال ودائما ما نقول أن إذا يعني الواحد يشوف موضوع قسم الطوارئ ترى مو موضوع واسطات أو واحد يدخل قبل الثاني لا هي مبنية على أسس علمية وأيضا حسب تصنيفات معتمدة عالميا. مستمعينا ما ننتقل الآن إلى موضوع البارحة يعني تكلمنا فيه على عجالة اللي هو يعني المؤتمر الإماراتي السادس للأنف والأذن والحنجرة حيث أكد المشاركون في هذا المؤتمر الذي انطلق بالأمس على استحقاق دبي استضافة المؤتمر الدولي لطب الأنف والأذن والحنجرة عام 2021 الذي يعد واحد من أكبر التظاهرات العلمية الطبية المتخصصة في العالم. حقيقة يعني أنا ما أبغي أتكلم وايد عن هذا المؤتمر بخلي الكلام لضيفي اللي موجود عبر الهاتف سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن استشاري ورئيس اتحاد الجمعيات العربية للأنف والأذن والحنجرة رئيس الجمعية الخليجية للأنف والأذن والحنجرة رئيس جمعية الإمارات للأنف والأذن والحنجرة حياك الله معانا دكتور. أول شيء السلام عليكم السلام. أحب أرحب بجميع المستمعين إذاعة نور دبي
من هذا المنطلق أول دعم القيادة نقول الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورئيس هيئة الصحة في دبي اللي هو صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. الدعم اللي متوفر في دبي في هيئة الصحة في من قبل كذلك وزارة الصحة كل المؤسسات في الدولة تعمل جاء على قدم وساق للنهوض بالخدمات الطبية والخدمات الصحية ومن ضمنها استقطاب المؤتمرات العالمية. ودبي طبعا بشهادة الجميع وكذلك شهادة اللجنة التنفيذية لاتحاد جمعيات الأنف والأذن والحنجرة اللي زار دبي للوقوف على المقومات المتوفرة في دبي إن الحمد لله بفضل القيادة الرشيدة دبي تستطيع أن تستضيف المؤتمرات العالمية. نعم. الحمد لله نحمد الله ونشكره أن الهيئة اللجنة التنفيذية أقرت دخول دبي بس طبعا هناك في منافسة. احنا دائما مثل ما يقول سيدي سمو الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد راشد نحب المنافسة في دولة الإمارات وإن شاء الله أنا كلي أمل بدعم جميع الدول الخليجية والدول العربية والدول الصديقة أن دبي بتستطيع إن شاء الله تحصل على استضافة هذا المؤتمر إن شاء الله. طيب دكتور نحن تحدثنا عن المقومات التي تمتلكها إمارة دبي ولكن ما هي أهمية هذا المؤتمر أو استضافة هذا المؤتمر؟ شو الأهمية اللي ممكن نحن نقول عنها أن وجود هذا المؤتمر في إمارة دبي موضوع مهم جدا؟ هو شوف أهمية المؤتمر حتى احنا لما تطرقنا في اللجنة العلمية مناقشات مع اللجنة التنفيذية لهذا قلنا دبي بتكون نقطة الاتصال والانطلاق نحو المستقبل لعالم الأنف والأذن والحنجرة إن شاء الله. احنا حطينا نقول الشعار مالنا ان دبي تجمع جميع الأطباء والعاملين ما نقول بس أطباء العاملين في مجال الأنف والأذن والحنجرة من فنيين من نقول أخصائيين تخاطب أخصائيين فحص سمع لننطلق بالمستقبل من دبي لهذا العالم عالم الأنف والأذن والحنجرة إن شاء الله. ودبي قادر على أن نسوي هالشيء كلها بفضل القيادة الرشيد والمقومات الموجودة مثلا في هيئة الصحة في دبي في وزارة الصحة في الهيئة الصحة أبوظبي كل المقومات موجودة في دولة الإمارات ودبي بالذات. جميل. يعني هني انا بس يعني الناس لما اللجنه التنفيذيه لما عرضنا لهم احنا الخطه خطه اللجنه العلميه يعني قالوا هذه كل الدول اللي قدمت ما قدمت مثل دبي ودوله الامارات العربيه المتحده. جميل جدا. فكان تقديمنا فريد الحمد لله. اقنعنا اللجنه اللي جايه تزور دبي ومثل ما اقول لك ان شاء الله الشعار بيكون شعار هذا المؤتمر بيكون دبي ودولة الإمارات تجمع الجميع للانطلاق نحو المستقبل في عالم الأنف والأذن والحنجرة. إذن التنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة لاستضافة دبي للمؤتمر الدولي لطب الأنف والأذن والحنجرة 2021 هذا موضوع يعني مهم جدا دكتور. أبغي أتكلم بما أنك أنت أيضا وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية وأيضا استشاري ورئيس اتحاد الجمعيات العربية للأنف والأذن والحنجرة. كل هذه المؤسسات دكتور كيف ممكن أن نعم مثل ما ذكرت طبعا كل المؤسسات سواء وزارة الصحة هيئة صحة دبي هيئة صحة أبوظبي كلهم بيشتغلون مع بعض في دعم المؤتمر هذا استضافة المؤتمر مو بس الهيئات الصحية نقول بعد دائرة الساحة في دبي بتلعب دور مهم جدا في هذه الاستضافة. مركز المؤتمرات في دبي بيلعب دور بارز في استضافة هذا الحدث. فالإمارة كلها إمارة دبي بفضل القيادة الرشيدة مع الهيئات الأخرى بتشتغل ل نقول جعل هذا المؤتمر فريد من نوعه مثل ما قلت لك نجمع الجميع للانطلاق نحو المستقبل. جميل. شيء جميل جدا لأن المقومات صدقني
أنا ترى سابقا كنت في مستشفى دبي أشتغل في قسم الأنف والأذن والحنجرة. نعم. واحد المتخصصين المعروفين جدا في هذا المجال دكتور. أقول أنا اللي أقول لا. لا بالعكس هذه شهادة يعني من الحمد لله الهيئات مالنا الصحية متوفر فيها كل شيء. نعم. حتى يعني تنافس نقول الدول هذا السياحة العلاجية في دبي في أبو ظبي في دولة الإمارات تنطلق نحو المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. نحن دكتور يعني في ختام هذا الحوار يعني أبغي كلمة أخيرة تبغي توجهها وأيضا الجهود المنتظرة من قبلكم من أنا طبعا في البداية للهيئة. نذكر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم لاستقباله للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي والتأكيد لهم لدعم دبي ودولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث. كذلك أشكر وزارة الصحة متمثلة في وزير الصحة، أشكر معالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة الصحة في دبي على استقبالهم للجنة التنفيذية لاتحاد الأطباء الدوليين والتأكيد لهم أن الدولة ودبي بتقدم كل ما عندها لاستضافة هذا الحدث إن شاء الله. الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الاستشاري ورئيس اتحاد الجمعيات العربية للأنف والأذن والحنجرة، رئيس الجمعية الخليجية للأنف والأذن والحنجرة، ورئيس جمعية الإمارات للأنف والأذن والحنجرة. نحن شاكرين لك هذه المداخلة، وحقيقة مثل ما ذكر الدكتور حسين يا جماعة الخير المكانة العالمية المتقدمة التي وصلت إليها إمارة دبي يعني أكيد أنها تشير بوضوح إلى القدرة الفائقة لدى هذه الإمارة المتميزة على إنجاح المؤتمرات والمنتديات الدولية في شتى المجالات. وأيضا استضافة دبي لمؤتمر الأنف والأذن والحنجرة بيعزز من مكانة الاتحاد الدولي المختص بهذه الأمراض، وبيدعم إن شاء الله توجهات الرامية إلى توفير وسائل وقائية وعلاجية أكثر تطور لمواجهة تحديات المستقبل. حقيقة مستمعينا يعني بالأمس حتى أعلن معالي حميد محمد القطامي أعلن عن دعم هيئة الصحة بدبي وحرصها البالغ على التنسيق والتعاون مع جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة لاستضافة دبي لهذا المؤتمر الدولي، المؤتمر الدولي لطب الأنف والأذن والحنجرة 2021. وقال معالي أن الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب المزيد من المؤتمرات الطبية رفيعة المستوى جهود كبيرة، وذلك ضمن إسهامات دبي هيئة دبي الصحية الواضحة على الصعيد العربي والدولي في إطار ما تقدمه من إنجازات عالمية في شتى المجالات. حقيقة بوركت هذه الجهود، ويعني نتوجه كذلك بالشكر الجزيل مرة أخرى لسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية واستشاري ورئيس اتحاد الجمعيات العربية للأنف والأذن والحنجرة. ختام حلقتنا يا جماعة الخير ما أقدر أقولكم إلا أن نتمنى لكم إجازة سعيدة، إجازة نهاية أسبوع سعيدة، وأيضا أتوجه بالشكر لفريق الإعداد من قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، والشكر الجزيل لمخرجنا اليوم الأستاذ محمد الصفار، وكل التحية مني لكم محدثكم محمود يوسف. ويعني دائما ما نقولكم في ختام هذه الحلقة دمتم دائما بصحة وسعادة، ونشوفكم الأسبوع القادم. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.